رغم الضغوطات والصعوبات، مجلس الأعمال التونسي الإفريقي واصل التحديات وخلق نسخة ضخمة لمنتدى صفاقس الاقتصادي في ليبيا، اسمها المعرض والمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي، اللي انعقد من 22 إلى 26 مايو الجاري، واللي دعمته الدبلوماسية التونسية في شخص لأسعد العجيلي سفير تونس بليبيا. وفي الحقيقة ما حضرناش عملية الاستقرار، بل نحن ساهمنا فيها. سبقها زيارة سيادة الرئيس قبل، وكانت معناتها قدمت رسالة قوية للعالم اللي دعم معناتها عكس الدعم تونس لليبيا. احنا في المسار هذا قاعدين نسقوا مع اخواننا الليبيين في امكانات للتعاون كبيرة في اليوم يعكسها المعرض التونسي الليبي، واللي هو اول معرض تونسي معناتها اجنبي ليبي متخصص. أكثر من 1200 رجل وامرأة أعمال وأكثر من 700 شركة حملوا حقائبهم برا وجوا وتوجهوا نحو ليبيا لإيمانهم بضرورة عودة التبادل التجاري بين البلدين ولإحياء العلاقات الاقتصادية، وتوجهوا تركيز أجنحتهم وعرض منتجاتهم، وهما يتقاسموا الهدف والشعار اللي رفعوا رئيس مجلس الأعمال التونسي الليبي أنيس الجزيري. شعار هذا المنتدى والمعرض الليبي التونسي منتدى التوب الاقتصادي نحو افريقيا. شد حضور تونس بطرابلس يوم 22 مايو حركية كبيرة، وصاحب وصول رجال الأعمال حضور رئيس الحكومة هشام المشيشي ووفد وزاري مع رؤساء المنظمات الوطنية، ومن بينهم رئيس منظمة الأعراف سمير مجول، اللي فرحته بالتواجد في طرابلس أثر عليها توتره بكثرة المعيقات اللي بقى حلها مجرد وعود. طالبين تحرير الاقتصاد، تحرير من السياسة، كل ما يكمل تحريرنا من القوانين، في افتتاح المعرض والمنتدى عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة عن تفاؤله بالاستقرار التدريجي لبلاده وعودة الشريان الاقتصادي مع الجارة تونس. كان أبعد الأمس على اليوم، هذا الموقع كان بالأمس يتلقى صواريخ من السماء، واليوم نرى الليبيين محتفلين وإعادة هذا الشريان الحيوي إلى ليبيا. أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي أن العلاقات بين تونس وليبيا اقتصادية، ولكن تجاوزها إلى ما هو تاريخي وإنساني. تونس وليبيا لديما نقول هو شعب واحد في بلدين، لكن الشعب هذا شعب واحد في بلدين مش يخلق كذلك اقتصاد واحد. عرف افتتاح المعرض الاقتصادي الليبي التونسي في طرابلس حضور مكثف فوق كل التوقعات، واعطى إشارة انطلاق حقيقية ميدانية لعودة الشراكة بين البلدين. هل الجولة هذه رغم الصعوبات قاعدة ترنين الكلمة هذه ورغم التحديات، لكن الحمد لله نجحتوا انه امتداد يمكن الملتقى الكبير اللي عملتوه في مارس الفارس في صفاقس تكون ثمرة هالتظاهرة الكبيرة هذه في دولة ليبيا؟ نجم نقول ممكن لأول مرة منذ 10 سنوات ديجا هذه أول تظاهرة بحجم هذايا، معناتها 1200 رجل ومرأة أعمال يتنقلوا برا وجوا إلى طرابلس، معناتها مئات المؤسسات التونسية كانت حاضرة على أرض معرض طرابلس الدولي، ما فماش حتى متر مربع مش محجوز، يعني كل الأروقة محجوزة. ويظهر لي فما ناس اللي كانت حاجزة ديستاند وكل شيء، فما عباد لحقت يظهر لي غسرتكم في النهارين الاخرانيين على خاطر سمعوا باللي زيكو وتحمسوا وشاركوا على ديغنيغ مينوت. ونعتذر بصراحة لعديد المؤسسات اللي حبت معناتها تاخو ستان وما نجمتش، لكن حضرت على الأقل من غير ستان لأنه كان مفتوح للعموم. وبصراحة معناتها يعتبر نجاح كبير، إنجاز كبير، وهذا يراه هو مش جاي من عدم. نجاح هذا يراه هو خدمة تاع فريق معناتها لمدة سنوات. تعرف أنت من 11 مارس أعلننا على المعرض والمنتدى هذا في 23 مايو، يعني في شهرين باش تحضر معرض ضخم في هذا معناتها الحجم، بصراحة ما نجمش نقول معجزة، مي حقيقة كان تحدي مخاطرة، وكان فما رمضان وعيد
والحمد لله بكل صراحة معناتها بتضافر جهود نخين الكل خاصة الشخص اللي قدامي جستموفو مع سي عصام بن يوسف نائب رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي على الشركاء جستمو مثال شنيخو الإذن مع عند سي أنيس باش تعطينا خطر مجهوداتكم اللي محلية يعني في تونس ما تنجمش تكون ناجحة باش تأمنوا هذا الكل وكان ما يكونش فما مجهود مقابل من الجانب الآخر اللي هو الجانب الليبي وإحنا كنا على عين المكان غاديكا شفنا اللي الآخر لحظة فما تعاون وتسهيلات كبيرة رغم المعيقات باش نجيوها من بعد اللي مازال تعالقة واللي ممكن تطلب تدخل سياسي. فما ناس خدمت في الخفاء ونوجه لهم تحية من المجلس الأعمال التونسي الإفريقي وكان عندنا طرف معناها الأخوة الليبية وانت كنت موجودة هنا وشفت أنه لولا جهودات الأخوة من جانب الليبي لما كان النجاح هذايا بكل تضافر الجهود سفارتنا في ليبيا معناها السيد سعد العجيلي وكل طاقم والقنصل العام سي توفيق الحمد لله رؤساء الحكومة الزوز أكدوا وجاءوا فهمتني نشكر كل من كان موجود من الاتحاد اللي كان زاد اتحاد صناعة والتجارة التونسي كان موجود كانت حتى رؤساء المنظمات الوطنية أيضا نوردين تابو باتحاد الشغل جاءوا باش ينجحوا باش ينجحوا المنتدى رغم الصعوبات اللي معناها كانت معناها تحدي هو كما قالت سينيس كان مهم كان جدا هالصورة اللي اعطيناها في ليبيا واللي تنقلوها وسائل الأعلام ليبيا وتونسية وأيضا الخارجية إنه فما وحدة بين الهياكل الاقتصادية وأيضا رئاسة الحكومة اللي محليها كي تبدأ البرة ومحليها كانت تدعم زادة في داخل تونس نشير زادة اللي راهو معناتها الأهم داعم للتظاهر وهذه هي رئيس الجمهورية لأنه هذيك كانت سباق هذه من مارس ديجا هذيك هي من مارس المؤتمر الأولين فتحت الخط وهي سيدة رئيس الجمهورية تنقل يوم 17 مارس هذا اللي قاله سي الأسعد العجيلي سفيرنا بعد المنتدى متاعنا وحتى بعد الزيارة هذيك دعم كبير من معناتها من ديوان رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية بالذات اللي في ظروف معينة معناتها لو تدخلاته ما كانش يصير هذايا هالمعرض هذايا دونك مشكورين ونحب معناتها اللي المثال اللي حبينا نعطيه بكل صراحة وهذه مهمة جدا نقطة أنه منظمة فتية بعمل جبار وعمل ميداني وجمعت وراها رئيس الجمهورية والبرلمان ورئاس الحكومة وحدتهم خلينا نقول وزارة خارجية في تظاهرة خدمة العالم التونسي وحضرته فيها.